المسرح تبرف للمسرحية أكثر من شهر شهرين وتيجي تعرضها في 3 أيام. صح. احنا قعدنا نعرض في المسرحية هذه بروفات، جلسنا 4 شهور. 4 شهور بروفات. 4 شهور بروفات، لأن مرتنا عقبات، بس الحمد لله معانا الفنان عبد العزيز الفريحي، ما شاء الله تبارك الرحمن، فعلا فعلا معلم مسرح، معلم نادر انك تلقى معلم يعلمك بالمجان. فكان صبور علينا وعلمنا، وصارت لنا عقبات وتجاوزناها بتكاتفنا مع الفنان عبد العزيز. يعني هذا هو الاستاذ الرائع انت اللي تاثرت فيه، مرة. هو ده الشخصيه اللي انت تاثرت بها فعلا. عبد العزيز الفريحي فنان كبير، فنان عظيم، هو اللي اعطاني حافز. فكان كنت اول ما جيت ما اقول خوف قد ما هو كنت شاد شوي، شاد انا ما راخي جسمك خوف. يعني اي ما راخي الجسم. فكان يجيني ترى فيك حاجه، انت شد شد شوي، خليك ريلاكس كده طبيعي، لا تشدها واجد، بس خليك ريلاكس، فيك حاجه انت ان شاء الله راح تطلع. وفعلا اللهم لك الحمد قدمنا مسرحيه مره 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 حلوه.